احسن منا بكثير في داخل منطقه الحي الحسني. كل الدعم والشكر للنساء المناضلات. اليوم 28 يناير الموافق لسنة 2023 يعقد مناضلات ومناضلي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على مستوى إقليم الحي الحسني المؤتمر الإقليمي للحي الحسني للحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. أعتقد اليوم وإن شاء الله غادي يكون معنا في الجلسة الافتتاحية الأخ الكاتب الأول الأخ دريس الشقر، والذي أبدى خلال المؤتمرات السابقة أن الحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم وانطلاقا من شعار المؤتمر الحادي عشر اللي هو الانفتاح، اليوم حزب الاتحاد الاشتراكي ينفتح على جميع الطاقات الشابة، الطاقات النسائية، النخب، لأن اليوم الحقل السياسي المغربي كيعرف مجموعة من ربما من من من, من أعطاب، وهذه الأعطاب اللي تبينت على أرض الواقع على مستوى المعيشة اليومي للمواطن المغربي وعلى التحديد على مستوى تراب أو على مستوى المنطقة الحي الحسني. إذن اليوم في إطار جديد أولا النخب واللي كنعتبروها واحدة من أهم السمات التي ربما ستزكي ذلك الخيار الديمقراطي الذي تعاهد عليه المغاربة منذ استقلال البلاد، والذي يتخذه مناضلات ومناضلي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على مستوى إقليم الحي الحسني كمدخل مهم جدا. اليوم نرجعوا للشعار للمؤتمر اللي هو إصلاح القوانين الانتخابية مدخل للديمقراطية المحلية والحكامة الترابية. اليوم بدون حكامة ترابية، بدون رفع من مستويات الشفافية، لا شك أن حتى من يتخذون القرارات على مستوى لا المجالس المنتخبة أو على مستوى مجموعة من الجهات قد ربما لا يصيبون في قرارات تستفيد منها المنطقة ويستفيدوا منها الساكنة، ولكن على مستوى التنظيم اليوم وكنشوفوا هذه الاعاده هذه الهيكله الجديده ديال اللي ان شاء الله غتكون المخرجات ديالها في المؤتمر ديالنا، واللي اليوم دائما كنامنوا كما ذكرت بالخيار الديمقراطي. اليوم اشغال المؤتمر تعرف الديمقراطيه، وان شاء الله المخرجات ديالها غتكون تتوافق مع طموحاتنا نحن كاتحاديين واتحاديات، مع ما نرغب فيه نحن كاتحاديين واتحاديات. اليوم عندنا بناء القواعد مهم جدا اللي هو كنعتبره هو المدخل الرئيسي حتى على مستوى التنميه المحليه، وخصوصا كنعرفوا مجموعه من الاعطاب اللي كتعرفها ساكنه الحي الحسني، اعطاب كبيره اللي مرت منذ سنوات عده ما تعالجت، واليوم ان شاء الله الامل ديالنا ان شاء الله في الاخوان ديالنا وفي المخرجات ديال المؤتمر ديالنا الاقليمي ان شاء الله ان تكون عندنا اولا مكتب قوي جدا اللي غيعاون ان شاء الله في اعاده التنميه ديال منطقه الحي الحسني، وغنحاولوا نقضيو لجميع الممارسات اللامسؤوله، خصوصا ان المغرب في الفتره الحاليه كيعرف مجموعه من الاصلاحات جوهريه، اصلاحات جوهريه اللي ربما غادي تساهم في تخليق الحياه السياسيه بالمغرب، وهذا الامر هذا راه مهم جدا. لليوم كنتحدثوا على صناعه القرار، من يتخذ ويصنع القرارات على مستوى الحقل السياسي المغربي خصها تكون فيه الكفاءه، ولكن خصها تكون فيه النزاهه، وخصها تكون فيه المصداقيه، وخصها تكون فيه مبدا الشفافيه. واليوم حنا على مستوى الاقليم الحي الحسني كنعتقد جميع المناضلات والمناضلين يتبنون نفس الافكار، نفس المنهجيات ونفس المبادئ التي تربينا عليها على مستوى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه.